بعض العلماء بيقولوا انه من اسباب ما حدث في تركيا الاف السدود التي اقامتها تركيا، هل ثبتت علاقة بين السدود اللي لها علاقة بالمياه وبين الزلازل؟ لم تثبت ولكن معقولة جدا علميا. ليه؟ لأن في كسور في القشرة الأرضية، احنا عارفين الأرض دي صلدة مليانة كسور عشان نتيجة لحركة الكتل القارات وكذا وكذا وارد. ففي كسور في القشرة الأرضية، لما تيجي المية لو زادت فوق الحتة اللي فيها الكسور والمية دي نزلت تحت وليست الحتة اللي فيها الكسر ده، ممكن جدا تسهل الحركة عليه. بس كل ده نظري، ما فيش حد أثبت إن الحتة دي حصل فيها الحركة دي عشان المية اللي جت من الناحية دي. يعني في الاحتمال قائم إنها ممكن تتأثر عليها. هل هناك احتمالات بتسونامي؟ يعني تركيا تحذر بأنه قد يكون هناك تسونامي ثم تسحب التحذير لهذا الارتباك، هل ممكن الزلزال وتحرك القشرة الأرضية يؤدي لارتفاع سطح البحر؟ لا 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 لا، ده ما لوش علاقة. لو حصل حاجة تانية في البحر المتوسط ممكن جدا، لكن ما حصلش حاجة في البحر المتوسط. اللي حصل فقط لا غير إن المية بتاعت البحر المتوسط عملت ريسبونس، يعني تحركت نتيجة لما حصل الزلزال اللي حصل، لكن ما فيش حاجة بتحصل في البحر نفسه، حاجة جديدة في البحر المتوسط تؤثر على السواحل البحر المتوسط خالص.